دايما يا دكتور الصيف معروف بأمراضه ومشاكله الصحية، سواء كانت الجهاز الهضمي أو معظم أجهزة الجسم. إيه هي أكثر الأمراض التي تصيب الجهاز الهضمي في فصل الصيف؟ هو احنا كلنا معتادين منذ قديم الأزل على النزلات المعوية، كلنا معتادين على النزلات الشعبية، ويقول لك أصعب نزلة شعبية موجودة في بتاعت الصيف مش بتاعت الشتاء. وكنا بندور ازاي نرفع المناعة بتاعتنا، فقعدنا نتكلم على مأكولات، لكن الحقيقة الرفع المناعة بيبقى معتمد على حاجات تانية خالص، وده اللي هنحاول نقوله طبعا. لكن في حاجة احنا دايما بننساها في الصيف، هي ضربة الحر، ضربة الشمس، وبننسى كمان مرض التكييف، في مرض اسمه مرض التكييف، وبننسى النزلات المعوية، وبننسى الناس اللي عندهم امراض مزمنه زي مريض الضغط، زي مريض السكر، الكبد، زي مريض الكلى، زي مريض الكبد. ده ايه المشكله بالنسبه له، وتطور الاحوال اللي عنده في المرض، هل مرتبط بفصل الصيف، مرتبط بفصل الشتاء، لو قاعد في تكييف هيعمل ايه. كثير من الناس في حاجات كتير جدا هي مش واخده بالنا منها، ومرتبطه بتغير الفصول. عايز اقول لك ان قرحه المعده، في ناس قرحه المعده بتبقى معاهم في دخول الشتاء، وفي ناس قرحة المعدة بتبقى في فصل الربيع في هذا الوقت. الفصل اللي احنا فيه ده موسم تزاوج وموسم لقاح، ف يعني لدى الحشرات ولدى حيوانات كثيرة، فجزء منه والنباتات. حساسية الصدر بتنشط في هذه الأيام، يعني في وقت الربيع ودخول الصيف. احنا خلاص يعني ده يعني احنا خلصنا الـ يعني في احنا في فصل الربيع تقريبا، يعني احنا باقي ايام على فصل الربيع وانتهى، ونبقى في فصل الـ 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 الصيف الرسمي. فعندك حاجات كتير جدا مرتبطه بهذا الكلام. ناهيك بقى عن ان ارتفاع درجه الحراره، وبعيدا عن ضربات الشمس وضربات الحر والناس اللي استخدمت التكييف والاكلات اللي في الشارع، فساد الاكل بشكل مع الحر اذا ما اتحطش في الثلاجه. عشان كده احنا بنجد النزلات المعويه بتبقى منتشره جدا في هذا الفصل. وهكذا.